هلو يا حلوين، كيفكم؟ ان شاء الله بخير. ان شاء الله كل تمام. يعني ناس حبايبنا الكرام مثل ما انتم شايفين شباب، اليوم كنت متحمس شباب، عندنا هون حفله الاقوياء. اوكي، سيوف، كاتانات، اشياء لوز لوز. قبل ما نبلش المقطع يا اسطير، لا تنسوا تصلوا على حبيب محمد عليه الصلاه والسلام يا احلى ناس، لا تنسونا باللايكات وشيرات وبارتجات يا اسطير. وخلينا ندخل حبايبي على الحدث. وقبل ما ندخل اي شيء شباب، مثل كل مره يا اسطير راح اذكركم، اوكي، تروحون تشاهدوا الفيديو نزلت لكم على قناتنا الثانية يا اساطير، مقطع يعني عن جد جلد سكوادات بكل معنى الكلمة شباب. بدعيكم تروحوا تشوفوه حبايبنا، نحط لكم كل شيء تحت الوصف، نحط لكم راح نحط لكم كل شيء تحت بالوصف ليديز اند جنتلمان حبايبك. اوكي، استنوني شوي حبيبي، والله ناخذ شفت قهوة شباب. تعرفوا مثل كل مرة رجعنا مثل الاحداث الصباحية، يعني مو رجعنا، نحن دائما بنعمل احداث صباحية شباب، بننزل فيديوهات صباحية، فهمت علي حبيبي؟ والله صحة قهوتكم وصحبتكم حبايبنا والصحة وهنا وحبيبي. والله خلينا ندخل على الحدث شباب، نشوف كيف وضع الحدث ليديز اند جنتلمان حبيبي. والله لا تنسوا الانستغرام شباب، مستقلكم على الانستغرام شايفين وين علي صار حبيبي. والله اوكي شباب، عندي مهم شيء كيفي، اعطيني عندي هاي الديكة بالفعل. اوكي اوكي شباب، طبعا حبايبنا الكلام هدول هاي الكاتانا هاي تبعت الكورونا ايام زمان، ايام حدث كورونا تبع كريستيانو والجماعة الحلوين الطيبين. اوكي شباب، حفلة الاقوياء لسه هون شوي، وش خلينا نسمع الموسيقى هيك. هلا سؤال شباب، سؤال، هلا شوفوا، عم بعمل هيك شغالة، لازم لا يعني هلا هيك لازم تكون شغالة، طلعوا على اليسار، طبعا لازم علامة الحمد حبيبي. والله معلم لا ما انا مصحصحها هي كمان شباب مثلي شوي. اوكي خلينا نصحصح شوي. جميع جوايز، خلينا ندخل جميع جوايز شباب. شوف والله في الحقيبة حلوة هي، والله في اشياء حلوة. نشمة 2019 حيزاء، والله في شيء حلو شباب موجود. باكجات، شو عندنا من باكجات؟ عندنا باكجات السكار، الفاماس، سلاح اليقطين، المشتعلة، لوت بوكس، بها لوت بوكس واشياء، وهي الطفل المهرج هي كانت قديمة هي كثير هي، حتى النظارة هي يمكن النظارة ما عندي اياها. حلو، وعندنا شو كمان؟ عندنا هدول كمان، قميص الحظ حلو، جواز العادية. شوف موجود عندنا غير شي شباب، هذا الصندوق الغنائم السعر، هذا تبعت الدراجونوف يعجبني شباب. طبعا شباب ما بحب اشتري صندوق دراجونوف، بحب دائما هذا الوحيد، بس اول ما يجي شيء بفتحه شباب، لانه دراجونوف هذا شباب لانه مره نزل مجانا وما حصلت عليه مثل الدب. اوكي شباب خلينا نشوف، عندنا هون شباب مثل الكاميرا هذا حدث بنعرفهم، تمام؟ لفه، اول لفه دائما بتكون مميزه، يعني 100 جوهرة عوض ال 200، لنضرب لفة مميزة نشوف حظنا يا اساطير. ليتس جو، لا تذكري مرة أخرى، قول لي تأكيد. حلو، نعمل لفة عادية. أوكي أوكي، كم لفة عادية كمان؟ وات؟ أوكي، قول لي حياة العصابات. والله كفو، هذا كان هي كان بدي يا شباب، حلوة شي مرتب، كفو. ولك حتى قبعة القشمة كانت عندي يا شباب، يمكن والله اكيد 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 بقى عندي اياها. والله حلو، واللي كاتانا صورة سيافين حلو. لوز لوز معلم، حصلنا على هي معلم لوز، نضرب نشوف. بزفت كاتانا تحافة الامل، هي حلوه شباب، الخضرة هي كمان حلوه، بس هي بس شباب راح نشوف مع بعض هي. اذا ان شاء الله تكونوا عليهم مشتعلات ما مشتعلات، وفهمت علي. هذا نشوف بيض، قسمت حاضنه بربكم 200 جوهر، قسمت حاضنه حرام عليك يا زلمه حبيبي. والله هذا عندي شت هات لنشوف يا اخي، شو بدي اعمل في هذا يا زلمه؟ اعطونا كتانه يا زلمه شوي، هات تجيب لنشوف، ابلع ولك سيل الهادي. والله الشباب يعني هلا راح نشوف، راح نستعرض لكم تقريبا الكتانات، جميع الكتانات بلعبه فري فاير، كل الكتانات شباب التمانو. روح الحرب بيض، اولي الباقيين الشباب هون. طبعا هون شايفين على اليسار عندنا هون شو اسمه الاثنين على الستة، في يعني لما نوصل ستة يعني شيء اكيد بيطلع لنا وحده مميزه، يعني فهمتوا علي كيف؟ ليش شباب مضطرين نشحن جواهر؟ يعني تقريبا 2 4 6 8 تقريبا 10,000 جوهره شباب، عشان يعني نامن هاي الكاتانا. اوكي شباب خلينا نشحن الجواهر شباب، خلينا نشحن الجوهرة حبايبي، ليتس جو. تينك 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 تينك. ما شباب موقع شحن جوهر دائما بكره شباب، قرينا الشوب. اوكي اكتبوا على جوجل قرينا الشوب، وتحت شحن عن طريق الاي دي.
اوكي ليتز اند جنتلمان، خلينا نعمل ريفرش هنا معلم حبيبي والله. يسلم على 1200 جوه يا شباب، نايس. هات لنشوف. طبعا شباب يعني بعرف يعني لازم نصبر للأخيرة يعني اي سمر تطلع لي يعني، والله هذا الشيء يعني شيء غريب عجيب شباب، اقسم بالله مرتين تطلع لي يعني شغله شباب والله حرام. اوكي شباب الان حصلنا على الكل، اوكي وضعنا اللوز اللوز هي حصلنا على الكل شباب. خلينا الان ندخل ثواني شباب، بس قبل كل شيء ثواني شباب، بس حابب اعمل سكرين شوت عشان اشوف اتاكد الشيء اللي حصلت عليه يعني الاشياء يعني اللي متاكد المرات. لا والله بيطلع هي علامه النوع شيء جديد. لا والله لوز لوز. خلينا نجي شباب نشوف نستعرض لكم اياهم شباب بشكل سريع يا اساطير. اوكي سلاح المشجره هاي التمانو، هات لنشوف هات لنشوف يا اساطير. عندنا هون شباب حصلنا على هدول الشباب التمانو، عندنا هي الخضرة والله هي جديده هي شباب، ولا نادر والله والله هي شيء جديد شكلها التمانو حلو. خلينا ندخل شباب نجرب اول شيء، هي ندخل على السريع بشكل سريع على التدريب ونجرب لكم اياه ونستعرض لكم اياهم يا اساطير. ثواني شوي تعال تدريب حبيبي، تعال هون حبيبي والله ليتس جو. اوكي حبيبي الكرام مثل ما انتم شايفين يا اساطير عندنا هون الكاتنت اللون الاخضر اوكي الخضرة تمام، والله كمان يعني شكله ماشي بشي حلو شي مرتب شي مرتب شباب، لون اخضر هيك حلو يعني الوان جديده ما كان في لون اخضر ابدا من الكاتنات. لايك ليديز اند جنتلمان حبيبي الكرام، الان بدنا نروح نشوف اللي بعده شباب نستعرض لكم اللي بعده يا اساطير. اوكي خلينا ندخل هون حبايبي، ندخل على السلاح الكاتانا مشجرات. عندنا هي شباب كانت اسمها حافله الامل، وين اللي جبناها جديد؟ عندنا هي الزرقاء. اوه حلو حلو، اوه والله في مثل شايفين السمك شباب، والله في سمك عم يروح ويجي والله حلو هاي، حلو الايفكت حلو كثير. اوكي شباب خلينا ندخل الان نرجع نفس الوقت ونجرب الوضع، نجرب الكاتانا البحيره القاتله. اوكي حبايبي طبعا شباب مثل ما انتم شايفين شبه يعني هيدا بيت البحيره، والله الشيء اللابق لهي البحيره على حسب القبضه شباب شايفين معي كيف القبضه والكاتانا شباب شايفين كيف اللون الازرق عم يروح، والله هي شكلها هي لبقوا على بعض شباب. هدول احسن شيء اعطونا لكم بالتعليقات لي ديسنشل تمن. ولا شباب راح ننتقل على اللي بعده حبايبي. اوكي شباب دخلنا على سلاح الشجار، عندنا هون هي شباب الزرقاء جربناها، باقي عندنا شباب هي والله شباب كله جديد يعني فكرت يعني انا توقعت شباب انه ما يكون فيها الايفكت شباب، بس والله يعني لحد الان شباب كلهم فيهم ايفكت حلو يعني هي الصراحه عجبتني شباب هي حلوه. ليش شباب خلينا ندخل نجربها يا ستي ليتس جو. اوكي شباب الحلوين هي هي الكاتانا الشاب عن جد هي هل هي الصراحه يعني اكون معكم صريح هي عجبتني لحد الان اجمل وحده بين كلياتهم. طبعا الخضره كمان حلوه شباب بس ولكن في شيء تغيير يعني بالالوان، دائما بنشوف لون اخضر يعني دايما لا دائما بنشوف باللون الازرق الكاتانات اللي بينزلوا شباب والاحمر دائما بنشوف ازرق واحمر تقريبا، بس اللون الاخضر هذيك مميز يا شباب تمام. لك شباب هاي صراحه عينه التوب بين الكل صراحه يعني. خلينا ندخل نشوف الباقيه يا ستير. اوكي شباب الان شباب راح ندخل نشوف اخر وحده شباب، اخر وحده يا حبايبي اللي هي هي يا بوي اسطورة السيافين. طبعا شباب هي الكتانة يعني والله ما بعرف شكلها يعني مو غريب علي شيء حلو شكله، والله ما بعرف شباب ما شكله مو غريب علي ابدا، بس ولكن هي شباب هي اللون غير هالمرة، هي لونها غير مو مثل كل الالوان شباب يعني هي صايرة اللون الزهري. انا متخربط شباب وحدة بوحدة كانت تشبه لها صح وحدة كانت تشبه لها حبيبي. هيك شباب خلينا ندخل نجرب الاخيرة يا ستير. اوبا الشباب الحلوين الكاتانات الاخيره يا ستير حبايبنا عن جد يعني الصراحه اوكي هي كمان ماشي يعني هي تغير كتان من شويه عم نقول يعني شي لون احمر وازرق وحبيبي والله فهمتوا علي كيف سوليد زين جنتلمان شباب. خلينا نرجع نشوف الاخرين شباب راح اعطيكم رايي اوكي لاجمل وحده يعني شباب وحده اللي هي يعني جذبتني اكثر شيء شباب التوب الافضل يعني فهمتوا علي كيف يعني الاحلى وحده بين الكل. سوينا شوي نجي لهون بس شباب شو رايكم هاي شباب هاي الشيء هاي النعال اللي حاطين على بعض السيف شباب هاي السكين عن جد هاي شيء اسطوري شباب. اوكي شباب الحلوين خلينا نجي لهون عندنا هون هاي ما فيها افكت هاي تبعت الكرونو شباب ما فرجتكم اياها ما استعرضت هاي شفناها يعني بنعرفها من زمان. عندنا هاي شباب
طواني شوي يعني. هاي شباب هاي بالنسبة لي شباب هاي هاي راح أزود هاي عملها تزويد يعني هستعمل هاي شباب هاي يعني شيء باللوز اللوز. عنا هاي شباب هاي كمان البحيرة القاتلة هاي كمان يعني okay. بس هاي شباب هاي مميزة ليش؟ أنه لونها أخضر شباب لون أخضر يعني ما بنشوفه كتير فهمتوا علي. عنا هاي الحمراء شباب بالنسبة لي هاي بالنسبة لي شباب هاي هدول الاثنين صراحة شيء أسطوري. هدول العاديات شباب القديمة. عنا هاي زوبعت هي ما أعرف هي كانت فاير باس ولا ما أعرف شو شباب. بس صراحة شباب الصراحة بالنسبة لي هاي أفضل شيء. أوكي هاي لوز اللوز. أوكي ليز زنجد بالحبايب الكرام. شو رأيكم مقطعنا اليوم يا أساطير؟ هيك كنت هالمقطع حبايبنا. بتشكركم جزيل الشكر على كل الدعم والصورة بتعملوه شباب. بقاقي شوي ونوصل 250 ألف مشترك يا أساطير. لايك يا أسطو يا أسطورة إذا مش مشترك وبتابعنا دائما مالك مزلك مشترك انزل تحت اعمل زر الاشتراك وحط لنا فعلنا زر الجرس حبايبي. وبشوفكم إن شاء الله في فيديوهات جديدة يا أساطير. ونفس الوقت شباب برجع بذكركم قناتنا الثانية شباب منزلكم مقاطع يعني عن جد كتير حلوة لوز لقطات جلد يعني شيء أسطوري. لايك شباب عن قريب شباب رح نعملكم عم فكر نعمل شيء فعالية بهالكاتانات شباب. صدقني نعمل فعالية أجمل كاتانا ولا أي هيك أي شباب رح نشوف شو رح يصير. أوكي حبايبي بشوفكم على خير. السلام عليكم.